أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما كل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به فَرَبِّ السَّمَاءِ
وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وفي السماء إنه لحق مثل ما
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا الله العظيم.